أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. إصابة قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء عبد الرحمن الحليلي في كمين استهدف موكبه في مديرية القطن. ونحن يوميا نلقي قبض على عناصر من تنظيم القاعدة. قائد المنطقة العسكرية الثانية يؤكد استمرار عمليات ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت. في اتجاهات مختلفة، لكن في عناصر. اللجنة الأمنية في عدن تعلن إلغاء إجراءات ترحيل أي مواطن خارج المحافظة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. عام على بداية البث الرسمي لقناة بلقيس، كان الإنسان اليمني وقضاياه العنوان العريض الذي من خلاله تم وضع السياسة التحريرية للقناة، وكان الحفاظ على حرية تعبير وتدفق المعلومات هي التحدي الذي راهنت القناة على النجاح فيه، وتعزيز الرسالة الإعلامية الهادفة. كان صوت بلقيس وعدساتها حاضرة بقوة في قلب المشهد حين غابت جميع الكاميرات وخفتت معظم الأصوات، من صنعاء إلى عدن، ومن تعز إلى حضرموت، ومن جبال ريمة إلى وديان سقطرة، ومع أنين الناس في الحديدة إلى صمودهم في مأرب، وانتصارهم في الضالع، ومقاومتهم في إب وحجة، ومعاناتهم تحت الحصار والقصف. كانت القناة هي الصوت والصورة لكل ذلك. من الميدان تستقي القناة أخبارها وتتقصى الحقائق، تتابع الحدث أينما كان لتنقله كما هو، وتقدم خدمة التحليل والنقاش لجمهورها العريض. عام من العمل الدؤوب والصبر وتحمل المشاق في سبيل تقديم خدمة إعلامية جديرة بجمهور القناة ومتابعيها. عام أول للحلم ستتبعه أعوام في مسيرة البناء والتغيير والشراكة في الأداء الإعلامي المعبر عن قضايا الشارع ومناهضة العنف وأدوات الميليشيا والانقلاب وسرقة حياة اليمنيين. نبحث عن الحقيقة، نتابع الأحداث لحظة بلحظة عبر شبكة مراسلينا في الميدان، ننقلها لكم بالصورة والخبر والتحليل بمعايير مهنية وموضوعية. نقرب المسافات البعيدة، ونختصر لكم الزمان بمحافظة حضرموت. وقال مصدر محلي أن المبنى كان يستخدم التنظيم. هذا وعبر عدد من المواطنين في الذكرى الأولى لقناة بلقيس عن الدور الإيجابي الذي قدمته القناة، مؤكدين أن صوتها لم يغب عن هموم وتطلعات الشارع، وظلت حاضرة إلى جانب الضحايا منذ بداية الانقلاب والحرب. قناة بلقيس لها تاريخ يعني مشرف، ولو أنها ابتدت يعني لكنها هي لامست الحدث. عام مضى لم تكن فترة كافية لتخترق جدار عتمة الفضاء الإعلامي المغلق والمصادر، لكنها كانت كافية للوصول إلى قلوب وعقول اليمنيين في الداخل والخارج. قناة بلقيس الفضائية المحلية المحايدة لديها برامج سياسية وتغطي أكثر الأحداث في اليمن. قناة بلقيس موفقة جدا. بلقيس قناة جديدة مرت عليها سنة، لقد تلمست واقع وواكبت الأحداث وعرجت على موضوع حضرموت وتابعت. اختارت بلقيس الوقوف إلى جانب الضحايا، صورت ووثقت ونقلت أوجاعهم ومعاناتهم وألامهم. كنا ما فيش عدو 5 دقائق وهي بالصالة لما تطبخ، سمعنا القذيفة دري قديمة قلوبها بالصالة. من المهرة وحضرموت إلى الحديدة وعدن ولحج والضالع وريمة، حضرت بلقيس فكانت صوت اليمنيين. نحن كمنظمات مجتمع مدني كانت أغلب التقارير التي نعمل عليها نستند إلى التقارير الإعلامية لقناة بلقيس من حيث المتابعة، بحكم أن تقاريرها أولية وبصورة سريعة ومستمرة.
في مثل هذا اليوم وبالتحديد 11 مايو 2015 انطلق البث المباشر لقناة بلقيس، حينها كانت الميليشيا تختطف الدولة وتجتاح المدن، وكان الصحفيون معرضون للقمع والاختطاف والموت، وكانت التهديدات تطال الجميع. خلال هذه الرحلة المريرة نزفت الحقيقة دما. استشهد مراسل القناة في دمار عبد الله قابل، وما زال مراسلها في مأرب عبد الله القادري يحمل إصابته إلى اليوم، وحتى الآن لا يزال مكتبها مغلقا في العاصمة صنعاء بعد مصادرة أجهزته ومعداته. أفلحت الميليشيا في إغلاق ومصادرة العدسات، وزجت بأصحابها في السجون والمعتقلات، وفخخت كل مساحات التغطية الميدانية، لكنها لم تفلح في إسكات الشهود، وبقيت بلقيس شاهدة على الحقيقة ناقلة لها. وهو ما يجعل البعض يسابق الزمن في نقلها حتى ولو كلفه حياته. أهلا بكم في نشرة. أصيب قائد المنطقة العسكرية الأولى لواء عبد الرحمن الحليلي بجروح جراء كمين استهدف موكبه في حضرموت شرقي البلاد. وقال مصدر أمني إن كمينا مسلحا استهدف القائد العسكري أثناء مروره في منطقة بروج غرب مدينة القطن في حضرموت. وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن إصابة الحليلي وعدد من مرافقيه، فيما تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من حضرموت مراسلنا محمد اليزيدي. مرحبا بك محمد، ما الذي لديك من تفاصيل حول حادثة الاغتيال؟ مرحبا بكم. اللواء الركن عبد الرحمن الحليلي تعرض اليوم لاغتيال جديدة، فهو لديه سجل حافل من محاولات الاغتيال التي تعرض لها منذ تعيينه قائدا للمنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت. الحليلي تعرض للمحاولة اليوم أثناء عودته من زيارة تفقدية لمنطقة بروج قادما من وادي سر، حيث لا زالت القوات الحكومية هنالك تنشط المنطقة بعد معارك عنيفة مع تنظيم القاعدة خاضتها لأيام قبل أن تعلن تطهير الوادي. هنالك أنباء تحدثت عن أن العملية الانتحارية يقودها انتحاري بسيارة هيلوكس فجر نفسه في موكب الحليلي أثناء عودته من تلك المنطقة. بيان رسمي صدر عن المنطقة العسكرية الأولى أشار فيه إلى أن هنالك ثلاثة أشخاص قتلوا في العملية، بينهم مواطن وكذلك بينهم مواطنين، وإصابة 12 جنديا في التفجير. البيان كذلك أشار إلى أن اللواء الحليلي أصيب بجروح في الرأس. الملفت أيضا أن البيان أشار إلى أن الحليلي وبعد تلقيه العلاج ذهب إلى المستشفى بنفسه ليطمئن على بقية الجنود الذين أصيبوا بهذا الانفجار والذين توزعوا على مستشفيات سيئون والقطن العام. نعم، إذن مراسلنا محمد اليزيدي شكرا جزيلا لك. وفي السياق ذاته قال قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني إن العملية الأمنية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة مستمرة. وأكد البحسني في تصريح لقناة بلقيس أنه لا تمر يوما إلا وتلقي قوات الجيش القبض على عناصر من التنظيم بينهم قيادات، مشيرا إلى أن ثلاث فرق هندسية تعمل على تفكيك كميات كبيرة من المتفجرات والسيارات المفخخة التي تم العثور عليها. ونحن يوميا نلقي قبض على عناصر من تنظيم القاعدة، لا تخلو يوم أن نلقي قبض على مجموعة منهم. ففي عناصر هربت فعلا في اتجاهات مختلفة، لكن في عناصر لم تتمكن من الهروب واختبأت، وعندنا معلومات دقيقة ونحن نلاحقهم يوميا، ويوميا نلقي قبض على عناصر، ولقينا قبض على عناصر قيادية من الصف الأول في تنظيم القاعدة، وهذه العملية ستستمر يعني إلى النهاية. ونعمل أيضا على تفكيك كميات كبيرة من سيارات مفخخة، من ذخائر مفخخة، من أجهزة عملوا على تفخيخها، هذا كم كبير من يوم دخلنا المكلة ونحن نسحب منها يوميا ما لا يقل عن حمولة 4 شاحنات
والعملية مستمرة. بدأنا بفريق هندسي واحد ثم وصل إلى فريقين، والآن تشتغل 3 فرق هندسية يوميا. أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن ضبط سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب مطار عدن الدولي. وقال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية ضبطت انتحاريا يقود سيارة مفخخة في نقطة أمنية بمنطقة العريش قرب مطار عدن الدولي. وبحسب المصادر فإن السيارة كانت في طريقها باتجاه إحدى بوابات المطار قبل أن يتم إحباط العملية. تم ضبط سيارة مفخخة في جولة المطار تبع القوات الخاصة، وفيها تم مسك المنتحر داخلها والآن موجود معنا. إلى ذلك أعلنت اللجنة الأمنية العليا في عدن إلغاء الإجراءات المتخذة في ترحيل أي شخص خارج المحافظة. وقال بيان للجنة أنه بناء على توجيهات الرئيس هادي ورئيس الحكومة، فقد وجهت اللجنة الأمنية بالمحافظة الوحدات الأمنية المسؤولة عن تنفيذ الحملة الالتزام بالقانون في التعامل مع الأشخاص المخالفين. وأوضح البيان أنه في حالة توقيف الأشخاص مجهولي الهوية يتم التحفظ عليهم والتحقق من بياناتهم الشخصية ومنحهم مهلة مؤقتة وفق ضمانات كافية، وفي حال رفضهم تلك الإجراءات يتم إيقافهم وإحالتهم إلى القضاء. وفي عدن أيضا قالت مصادر محلية أنه تم العثور على جثة فتاة مرمية على قارعة الطريق بعد ساعات من تعرضها للاختطاف. وبحسب المصادر فإن مجهولين اختطفوا الفتاة قرب منزلها في مديرية الشيخ عثمان، وبعد ساعات من الاختطاف تم العثور على جثتها في أحد شوارع المدينة، ولم تعرف حتى الآن دوافع الجريمة ولا الجهة التي تقف وراءها. مشاهدينا الكرام، نواصل معكم النشرة بفتح الملف الخاص بآخر التطورات المرافقة لمشاورات السلام اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. حثت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية على ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه قبل نحو شهر. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوغريك إن الأمين العام بان كي مون دعا مرارا أطراف النزاع إلى ضرورة التمسك بوقف الأعمال العدائية بما في ذلك الغارات الجوية. وأضاف دوغريك أن تركيز الأمم المتحدة حاليا منصب على الحوار السياسي الذي يرعاه ولد الشيخ في الكويت، آملا مواصلة المسار السياسي من أجل التوصل إلى حل للأزمة. على صعيد متصل، أهاب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توبايس أولد بكافة الأطراف اليمنية الالتزام التام بوقف إطلاق النار في اليمن. وأضاف المسؤول البريطاني أن بلاده قلقة جدا جراء الأنباء عن إطلاق صاروخ باليستي من أراضي اليمن تجاه الحدود السعودية، إلى جانب أنباء تفيد بأن قصف مدينة تعز أدى لسقوط قتلى مدنيين. وأكد الوزير البريطاني دعوة بلاده كافة الأطراف الالتزام بوقف إطلاق النار والعمل على تسوية المشاكل بينهم عبر القنوات المناسبة. إلى ذلك قالت واشنطن أنه لا يمكن إعادة الحياة إلى طبيعتها وفتح السفارة الأمريكية في صنعاء قبل تسليم السلاح من قبل الميليشيا. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية توماس شانون، حيث أكد أن بلاده مع الشركاء في دول تحالف مهتمون بسلامة واستقرار اليمن. وأكد المسؤول الأمريكي دعم بلاده لمشاورات السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 ودعم الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس هادي وضرورة أن يكون السلاح بيد الدولة.
وكانت لجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن مشاورات الكويت اتفقت على إطلاق سراح نصف الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين قبل شهر رمضان المقبل. وأوضحت مصادر سياسية أن هذا الاتفاق لا زال مبدئيا بين أعضاء اللجنة التي ستخضع لموافقة طرفي المشاورات في جلسة عامة سيتم تحديدها في وقت لاحق. في الكويت يستمر الدوران في ذات الحلقة المفرغة القائمة منذ 3 أسابيع. التقدم الوحيد الذي حدث هو تشكيل لجان العمل لمناقشة قضايا جدول الأعمال، أداؤها يسير ببطء وبلا نتائج حتى الآن. لجنة استعادة الدولة والتحضير لعودة العمل السياسي واللجنة الأمنية رفعتا جلساتهما بدون أي نتائج، مع استمرار الميليشيا في رفض كل المقترحات المقدمة وربط التقدم على هذين المسارين بتشكيل حكومة جديدة وعودة العمل السياسي قبل البدء بإجراءات الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، وهما ترفضه الحكومة مسندة بالمقترحات الأممية. لجنة المعتقلين حققت تقدما طفيفا بالاتفاق مبدئيا على بحث مقترح لإطلاق 50% من المحتجزين لدى كل طرف قبل شهر رمضان المقبل، وعلى إطلاق جميع المحتجزين مستقبلا. مصادر في الكويت أكدت أنه تم الاتفاق على مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين بشكل سريع وجدولات إطلاق سراح ما نسبة 50% من المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوما من تاريخ الاتفاق. بند إطلاق المعتقلين والمختطفين والذي كان أحد بنود التهيئة للحوار وكان من المفترض تنفيذه قبل الشروع في هذه الجولة من المشاورات تحول إلى بند رئيسي على طاولة المفاوضات في الكويت، وهو ما يعني أنه أصبح أحد أدوات الميليشيا للمساومة على بنود أخرى ومرشحاً للبقاء دون تنفيذ حتى تحصل الميليشيا على مزيد من التنازلات التي تسعى إليها، فيما يبقى الكثير من المختطفين ممن مضى عليهم أكثر من عام رهناً لمزاج الميليشيا وعدم جدية الموقف الدولي من مطالب السلام في اليمن. المختطفين نريد إطلاق سراح المختطفين. ميدانيا جددت ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على عدة مناطق في البيضاء، وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف مناطق الحبج وكساد والمحصن والغول في مديرية الزاهر الحميقان، كما استهدف القصف مناطق الوهبية والعبدية بين البيضاء ومأرب. ذوات توصل ميليشيا الحوثي والمخلوع قصفها العشوائي على قرى مريس شمال محافظة الضالع. وقال مراسل بلقيس إن الميليشيا قصفت بالمدفعية والكاتيوشا قرى أتهامي وجبل ناصة، فيما ردت مدفعية المقاومة والجيش الوطني بقصف مواقع الميليشيا في العرفاف. مرت 5 سنوات على مجزرة رئاسة الوزراء التي ارتكبتها قوات الرئيس المخلوع بحق شباب الثورة في العاصمة صنعاء. 5 سنوات من المجزرة التي هزت البلاد بعد أن سقط 10 شهداء وأصيب العشرات بالرصاص والغازات السامة. في مثل هذا اليوم من عام 2011 كان شباب الثورة الشعبية السلمية يمضون بأحلامهم ومطالبهم المشروعة في محاولة للانعتاق. كانت وجهتهم هذه المرة للوقوف أمام مبنى رئاسة الوزراء في مسيرة خططوا لها لتصعيدهم السلمي، إلا أنه كان هناك من ينتظرهم بنهم المفترس ليحصد الأرواح. وواجه احتجاجاتهم السلمية بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في مجزرة عرفت حينها بمجزرة رئاسة الوزراء لتظل ثابتة في ذاكرة اليمنيين كجريمة لن تمحى بتعاقب الأجيال. أكثر من 10 شهداء والعديد من الجرحى سقطوا في تلك المجزرة، والكثير سقط قبلهم وبعدهم في مجازر وأماكن أخرى. 5 سنوات مضت دون أن تطال الجنات يد العدالة، ولا يزال فيها الدم اليمني يراق من ذات القتلة. ساعة
سجل ريال اليمني تراجعا جديدا أمام العملات الأجنبية في التعاملات المصرفية اليوم بصنعاء. قالت مصادر مصرفية إن الريال تراجع أمام الدولار الأمريكي متجاوزا 290 ريالا، فيما واصل تراجعه أمام جميع العملات الأجنبية. ويأتي هذا التراجع في حين تزدهر المتاجرة في السوق السوداء بالعملات في ظل سيطرة الميليشيا على البنك المركزي وتحكمها بالسياسات النقدية. وإلى محافظة الجوف، حيث تظاهر العشرات من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية احتجاجا على تدهور أوضاعهم الصحية، وطلب المحتجون الجهات المعنية سرعة نقلهم إلى الخارج لتلقي العلاج في ظل عدم وجود الكادر المتمكن من علاج بعض الحالات. عادوا مثقلين بأوجاعهم عندما اختاروا ذلك الطريق الموصل للحياة، لكن عبر الموت في كثير من الأحيان بعد أن رفضوا الحياد عن معركة الوجود ضد الميليشيا. مطالبهم أبسط مما تذكر حتى، فقط يريدون حقهم الطبيعي بالعلاج، ليس للراحة بل للعودة مجددا للمتارس والمقاومة مرة أخرى في مدينة الجوف، أولى محافظات الجمهورية مقاومة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح. قبل أكثر من عام تقريبا، عندما فتح الطريق أمام الميليشيا لتخطي العاصمة والسيطرة على المحافظات واحدة تلو الأخرى، لم يبقى هؤلاء ساكنين في منازلهم، بل خرجوا للدفاع عن أراضيهم. محظوظون هم ربما للبقاء على قيد الحياة، فالكثير من رفقائهم تواروا تحت الثرى ثمنا لحريتهم، لكنهم حتى وإن عاشوا ما يزالون يعانون من الإهمال. نحن الجرحى نعاني في المستشفيات من تقصير. هنا يوجد العشرات من جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم من قبل الجهات المختصة، والجهات المختصة هنا يقصدون بها الحكومة الشرعية الذين قاتلوا في صفوفها لاستعادة الدولة واستعادتها. يعيش الجرحى ظروفا صحية صعبة، يطالبون فقط بالقليل من الاهتمام، فهم كانوا مع الوطن عند ضياعه ويريدون أن تكون الحكومة معهم عند عجزهم. زودت 4 بواخر تجارية عالمية بالوقود من ميناء عدن في مؤشر إيجابي على استعادة الميناء لنشاطه التجاري. وقال مسؤول تموين البواخر في شركة مصافي عدن رياض أحمد إن الإدارة تمكنت خلال اليومين الماضيين من تموين 4 سفن تجارية تابعة لشركات عالمية بالوقود. وأوضح المسؤول أنه ولأول مرة منذ انتهاء الحرب تتمكن الإدارة من تموين 4 بواخر، لافتا إلى أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على استعادة الميناء لنشاطه التجاري المعهود. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: إصابة قيد المنطقة العسكرية الأولى اللواء عبد الرحمن الحليلي في كمين استهدف موكبه في مديرية القطن. ونحن يوميا نلقي قبض على عناصر من تنظيم القاعدة، لا تخلو يوم أن نلقي قيد المنطقة العسكرية الثانية يؤكد استمرار عمليات ملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في حضرموت. اللجنة الأمنية في عدن تعلن إلغاء إجراءات ترحيل أي مواطن خارج المحافظة. نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني والتفاعل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.